عليه توكلنا وبه نستعين. أرحب بجميع السادة من السادة الوزراء، السيدة الأخت الوزيرة، السادة المحافظين وجميع المستشارين والعاملين في مجلس الوزراء. هاي فرصة مناسبة أن نراجع سوية بعض الأمور بعجالة. الأوضاع العامة بالبلد، الأوضاع صعبة لكن غير مستحيلة. الأوضاع بها تعقيدات كثيرة متداخلة، سواء الصراعات الدولية إيران وأمريكا، تابعنا ما حصل في الأيام السابقة، داخليا أيضا معقدة متداخلة، سلسلة من التداخلات والمضاعفات الكثيرة، قبلها المظاهرات التي حصلت واللي أيضا لها آثار كبيرة إيجابية وسلبية، إضافة لحكومة تصريف أمور يومية، إضافة لحل مجالس المحافظات، إضافة لإعداد قانون جديد للانتخابات واحتمال حل مجلس النواب لنفسه لإجراء انتخابات مبكرة. هذه كلها أمور معقدة صعبة متداخلة، لكن أمانة العراق قوي مو ضعيف. لا حد يشعر أن العراق ضعيف أو كما يقال هش، ومر العراق بكثير أزمات واستطاع أن يعبرها. ثم مثل هذه الأزمات تحصل في كل البلدان، حصلت عندنا أيضا في العراق مرات عديدة واستطعنا تجاوزها. أيضا تعطلت الحياة لأشهر طويلة في مرات عديدة، والدولة فقدت سلطتها في أيضا لفترات طويلة من الزمن، ثم استطاعت أن تسترد الصلاحيات والإمكانيات والسلطات والأمور أيضا في فترات معينة فلتت كما يقال، لكن أيضا تم السيطرة عليها. أعتقد الآن بعد كل هذه الأحداث الكبيرة علينا أن نستهدف كسلطات تنفيذية سواء اتحادية أو محلية، علينا أن نستهدف الطرق الأنسب لعودة النظام إلى البلاد. هذا واجبنا الأول، واجب الدولة، واجب الحكومات المحلية حتى مع هذه الظروف الصعبة. كيف نستطيع أن نعيد أكبر قدر ممكن من النظام؟ حصلت مظاهرات إلى حد الآن يقوم البعض بشكل غير مشروع بإغلاق المدارس، بإغلاق المصالح، لكن هذه الحركة بدأت حقيقة تعطي المجال لحركة أخرى في عودة النظام، في عودة الدوام. المحافظات، القطاعات، الشرائح أكثر فأكثر تدخل في دائرة النظام وتدخل في دائرة احترام السلطة واحترام دورها، وأمامنا عدة حالات أصبحت قليلة اللي تحاول فعلا أن تخرج عن النظام والسلطة، وهذا أمر مؤذي آذانا كثير. يعني حقيقة أنا يعني أحيي جلالة الملك عبد الله ملك الأردن، الرجل بعيد عن معرفة كل الأشياء التي تجري في العراق، مع ذلك يقف ويقول كانت الحكومة ناجحة في أعمالها وتسير بالطريق الإيجابي قبل هذه الأحداث، وأن الاستقالة رجعتنا إلى الوراء. هذا تقييم من خارج، من شخص ما داخل في منازعاتنا أو في أمورنا الخاصة. هذا يبين يعني أن من ينظر إلى الأمور بموضوعية وبواقعية سيجد أن كيف المسائل اليوم تتكشف بشكل أفضل من السابق لنا جميعا. إحنا كنا مخطئين، هاي الأمور نبهتنا إلى أخطاء معينة، آخرين كانوا أيضا مخطئين أيضا نبهتهم إلى الطريق الصحيح للعودة إلى حياتنا الديمقراطية. وبالتالي على الجميع أن يراجع نفسه، وعلينا جميعا كمسؤولين تنفيذيين أن نبذل كل جهد ممكن لاحترام حقوق المواطنين. عندنا دستور، عندنا قوانين لاحترام حقوق المواطنين، وأيضا المواطنين والهيئات والمؤسسات والأحزاب والقوى السياسية
أيضا من واجبها أن تحترم الدستور وتحترم القوانين، لئلا نجاح لحركة، لا نجاح لمطالبات، لا نجاح لحقوق إلا بسياقات قانونية وديمقراطية ودستورية. محاولة فرض الرأي سواء من الحكومة على جهات على الشعب أو من جماعات على الحكومة بطرق غير صحيحة، هذا أمر غير مشروع، ينهار ولا يؤسس عليه ولا يمكن الاستمرار به. احنا ايضا من هذا المنبر نطالب حقيقة رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان والقوى السياسية ان تنهي موضوع حكومة تصريف الامور اليومية، يعني اذا اردنا ان نعيد النظام ونعيد القوة والصلاحيات الى الحكومة عليهم ان يحسمون هذا الامر ويرشحون رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة تتولى مسؤولياتها بشكل صحيح، تتمتع بالصلاحيات الكافية والكاملة، لأن هذه الأوضاع المعقدة الصعبة خصوصا بعد قرار مجلس النواب في انسحاب القوات وما يتطلب من بحث وأخذ ورد وإلى آخره، كله يتطلب حقيقة حكومة كاملة الصلاحيات حتى تقدر تمضي قدما بالبلاد إلى الوضع الصحيح والوضع المطلوب. تأخرنا كثير، خسائرنا كبيرة جدا خلال هذه الفترة، وأصلا كان عندنا صعوبات إحنا اقتصادية ومالية، لكن ليس معنى ذلك أن الوضع فلتان أو فالت أو منهار أو ينهار، وإنما كما ذكرت في بداية الحديث أن الأمور كلها إن شاء الله مقدور عليها رغم صعوبتها. إن شاء الله الذي يأتي بعدنا يستمر في هذه المسيرة، يصحح من أخطائنا، يراكم لنفسه إيجابيات جديدة، وكلنا نكون عون له إن شاء الله في النجاح، سواء كنا رئاسة وزراء أو وزراء أو مؤسسات دولة. إحنا الآن الدولة مستمرة، الحكومات تتغير، الشعب مستمر، الحكومات تتغير، الشخصيات المسؤولين يتغيرون، لكن هناك ثوابت في البلد ممسوك بها البلد، وهذا الأمر إحنا مستمرين عليه. طبعا الأحداث اللي حصلت أحداث كبيرة جدا، ومن ذهبنا إحنا إلى مجلس النواب كما ذكرت في الجلسة السابقة كان يجب أن يكون لنا موقف واضح. إحنا مو بصدد الآن إجراء استفتاء في قضية، وإنما بصدد اتخاذ قرار لإعادة مسك الدولة للملفات الأساسية، خصوصا مثل هذا الملف الخطير. بدون ما اتخذنا من قرارات من الصعب أن يمسك الملف، من الصعب، وإلا كل الأطراف ستدعي مدعياتها وتطالب مطالباتها، ونضعف الدولة، نضعف الدولة، وإضعاف الدولة ليس لمصلحة أحد. نبهنا دائما أن أي فوضى في البلد، أي إضعاف للحكومة أو الدولة سيرتد على الجميع. فقط بدولة قوية وحكومة قوية لمصلحة الشعب، مو متغولة على الشعب، مو مستبدة على الشعب، مو منتهكة لحقوق الشعب، وإنما تحترم الشعب وتحترم حقوقه وتحترم وسائل تعبيره، ممكن أن نتقدم على كافة الصعود، أمنية، اقتصادية، اجتماعية، في علاقاتنا الخارجية. حقيقة إحنا أسسنا، ويعني يجب أن نشعر جميعا بالفخر، محافظين ووزراء، أسسنا علاقات خارجية لم تؤسس في العراق منذ 1920. أنا أصر على هذا الشيء، لو كنا محور إنجليزي، لو كنا محور سوفيتي، لو كنا علاقتنا زينة بالخليج، لو كنا علاقتنا مو زينة بسوريا ومصر، لو كنا علاقتنا مو زينة بطرف تركيا أو إيران أو غيره، إحنا استطعنا، العراق استطاع بفضل هذه الحكومة وأيضا بفضل جهود بذلتنا الحكومات السابقة، ما نريد نغبن حق أحد، لكن هذه الحكومة استطاعت أن تقيم علاقات جيدة بالجميع بدون استثناء. كل دولة صديقة معترف بها العراق كان لنا علاقات جيدة، ولم تكن لدينا علاقة متوترة بأي دولة في العالم، لا في دول الجوار ولا في العالم، وهذا ما حصل سابقا. فإذا كانت هاي سياستنا الخارجية، وكما يقال دائما السياسة الخارجية انعكاس لسياسة داخلية، فأيضا في سياستنا الداخلية بدينا ننفتح على كل مشاكلنا الداخلية، نحاول أن نضع لها الحلول،
المحافظات انفتحت، الطرق انفتحت، بغداد انفتحت، الناس قاموا يفكرون، عراقيين كثيرين قاموا يفكرون بالعودة إلى العراق، المشاريع ما يعرض علينا من مشاريع الاستثمارات كلها قامت تأتي إلى العراق وتحاول أن تستقر في العراق، خصوصا بلحاظ الأوضاع المحيطة بنا التي كانت كلها صعبة. في العراق كانت واعدة للأسف الشديد بالفترة الأخيرة، الأسابيع والأشهر الأخيرة كل هذا بدأ يتراجع، وهذا إلى تحليل آخر وإلى نقاش آخر، لكن هذا واقع حال علينا أن يشوفه، على الجميع أن يشوفه، ومو صحيح أن ما يشوفوا الآخرين ويحاولون فعلا أن يضعون يعني تصورات غير واقعية. احنا فيما يخص الأمن مستمرين في سياستنا، احنا ما نريد أي قوة خارج سلطة الدولة، ماكو سلاح خارج الدولة، وعندما تدخل جماعات مسلحة داخل الدولة، داخل بنية الدولة والقوى الأمنية، أي ولاء سياسي خارجها ينفصل عنها. الأحزاب تشتغل سياسة، ما تشتغل لا اقتصاديات مكاتب ولا تشتغل جهات مسلحة نيابة عن الدولة. أيضا وجود أي طرف في العراق مهما كان، أي طرف أجنبي في العراق هو بموافقة الحكومة العراقية. الآن إحنا عندنا قرار، أنا مصمم أن أسير قدما بالطريقة الصحيحة بالحفاظ على صداقتنا مع الجميع، إحنا ما نريد نعادي أحد، الدول كلها وقفت معانا وأيدتنا وضحت سواء ماليا أو بشريا، ضحت في محاربة داعش. هذا الأمر كيف ننظمه؟ هذا الأمر يعتمد أيضا على الأطراف الأخرى. العراق له رؤية، لكن رؤية العراق لن تكتمل بدون رؤية أيضا الطرف الآخر، وإحنا نحترم قرار مجلس النواب ونعمل على تطبيقه، التطبيق الصحيح الذي يضمن سيادة واستقلال العراق والمضي قدما في محاربة داعش والتعاون مع جميع الدول، لكن بالحفاظ على سيادتنا وأن كل شيء مسيطر عليه من قبل الدولة العراقية. إذا وصلنا إلى القرار خروج القوات بالتوقيتات المناسبة، هذا قرار الحكومة العراقية، وأنا ألتقي اليوم مع الجميع، معظم الدول تتصل بنا هاتفيا أو تقابلنا حتى نبحث هذه التفاصيل وكيف نضع هذا القرار. اليوم كان لدي اتصال مع الجانب الألماني أيضا، يعني هم يحترمون قرارات العراق، وإن شاء الله نستطيع أن نوفق في خدمة شعبنا ونحقق الوحدة الوطنية ونحقق السيادة والاستقلال ونحقق أيضا كل ما يقتضي في محاربة داعش، لأن داعش قام يعيد يعني التموين والتنقل والتجمهر والإعداد لخطط وغزوات وإلى آخره، ولدينا معلومات كثيرة، ويجب أن لا ننشغل بأمور كثيرة بعيدة عن محاربة داعش. هذا ما أردت أن أوضحه في هذه الجلسة. خلال الجلسة أيضا قد نبحث أمور تتعلق بهذا الموضوع. أشكركم شكر جزيل على الحضور، ونبدأ في جدول أعمالنا. شكرا جزيلا.